السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة من حلقتنا على قناة المشاهد، وخصص هذه الحلقة لشخصية عمومية تنتمي إلى العائلات النافذة في المغرب والمقربة جدا من نظام الملكي أو من القصر الملكي. يتعلق الأمر بعائلة بوحنيني، وبالخصوص على اسم الحاج محمد بوحنيني. ظهر اسم محمد بوحنيني للمرة الأولى وزيرا للعدل في حكومة رئيس الوزراء عبد الله إبراهيم، والتي شكلت في نهاية 1958، والتي احتفظ فيها رئيس الحكومة بمنصب وزير الخارجية، وأسندت فيها نيابة رئاسة الوزراء إلى عبد الرحيم بوعبيد الذي جمع حقيبتين، مهمة وزير الاقتصاد الوطني والمالية، بينما عين محمد عواد وزيرا للدفاع ودريس المحمدي وزيرا للداخلية. سيتوارى أو سيغيب محمد بوحنيني إلى الخلف بضع سنوات، وسيغيب عن حكومة شقيقه الحاج أحمد بوحنيني، ثم سيعود لاحقا إلى الحكومة وزيرا للشؤون الإدارية في يونيو 1965، ثم وزيرا للقطاع ذاته مع إضافة مسؤولية الأمانة العامة للحكومة في حكومة الدكتور محمد بن هيمة لعام 1967. وفيما استمرت تداعيات النكبة العربية في حرب الأيام الستة على كل أجزاء الوطن العربي، اختار الملك الحسن الثاني تعيين الحاج محمد بوحنيني وزيرا في نوفمبر 1967، نظرا إلى قربه من القصر الملكي، ثم ثقة القصر في نزاهته، على الرغم من أن تكوينه يعني خالص هو تكوين أدبي وإداري أبعد ما يكون عن عالم العسكر والجيش والعراكات. حينما غيب الموت شقيقه الحاج أحمد بوحنيني الذي سبق له أن عمل وزيرا أول في الحكومة 13 نوفمبر 1963، كانت الصدمة قوية لغيابه، خصوصا أنه قتل على يد المتورطين في المحاولة الانقلابية في 10 من يوليوز 1971، والتي قادها الجنرال محمد المذبوح، والذي أردي بدوره قتيلا في ذات اليوم على يد شركائه في المحاولة الانقلابية. غير أن في عالم السياسة لا وقت للحزن، فقد كان الملك الحسن الثاني حين تلم بوزرائه أحداث أليمة يدعوهم إلى التفريق بين المسؤولية العائلية والتزامات الدولة. ويحكى في هذا الصدد أنه في أن المستشار يعني في أجواء الإعداد للحرب على العراق بعد يعني تورط صدام حسين في غزو الكويت، طلب الحسن الثاني من مستشاره الكبير أحمد رضا قديرة نقل رسالة عاجلة إلى الرئيس العراقي صدام حسين، وحين أخبره المستشار أن والدته توفيت للتو، قال له الحسن الثاني بالحرف الواحد: إنها واحدة وغدا سيموت ملايين العراقيين. فما كان من المستشار الملكي إلا أن ركب أول طيارة متوجها إلى الأردن، ثم عبر برا نحو العراق، فيما كان جثمان والدته يرقد في أحد المستشفيات إلى حين عودته لتدفن بعد ذلك. في أغسطس 1971، وفي الحكومة التي ترأسها محمد كريم العمراني هذا الملياردير، تم تعيين الحاج محمد بوحنيني وزيرا للعدل، واحتفظ بمنصبه أمينا عاما للحكومة. فقد كانت مهمته أو مهمة الجهاز التنفيذي شبه انتقالية في إطار إقرار برنامج إصلاحات لاحتواء تداعيات تمرد المحاولتين الانقلابيتين
ضد الحسن الثاني. وفي غضون ذلك ستتم ترقية الفقيه محمد بوحنيني إلى منصب نائب الوزير الأول في ضوء استمرار صلاحيات في العدل والأمانة العامة خلال تجديد ولاية محمد كريم العمراني في أبريل 1972. غير أن الجنرال أفقير من موقعه كوزير للدفاع وماجور عام للقوات المسلحة سيتورط في محاولة إسقاط الطائرة الملكية في غشت 1972 أو ما يسمى بانقلاب لبوينغ وتداعياته. بارتباط مع ذلك سيتم إلغاء منصب وزير الدفاع بعد مقتل الجنرال أفقير، وستخلو وزارة أحمد عثمان من المنصب. في مقابل ذلك تولى عسكري آخر هو الجنرال دريس بن عمر وزارة البريد، وسيحتفظ الحاج محمد بوحنيني بمنصب وزير دولة بعد أن انتقل قطاع العدل إلى الوزير البشير بالعباس طعارجي، وعين الشيخ المكي الناصري وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة، وعباس القيسي وزيرا للشؤون الإدارية وأمينا عاما للحكومة. وهنا سيبرز اسم عبد الله غرنيط للمرة الأولى ككاتب دولة مكلف بالإنعاش الوطني والصناعة التقليدية، ومنير الدكالي كاتب دولة في الشبيبة والرياضة. في سياق تحولات لاحقة سيعود الحاج محمد بوحنيني إلى وزارة الثقافة وعالم الثقافة. كان حلم الوزير المثقف محمد بوحنيني صاحب الرسائل البيانية أن يجمع الشاعر بن زيدون بمعشوقته ولادة، فقد كان هائما بالأدب والشعر الأندلسي، وقد أصر على أن يتوج مروره بوزارة الثقافة بإقامة مهرجان كبير احتفاء بذكر الشاعر الخالد بن زيدون، والذي جلب له كبار الأدباء العرب التقليديين والمعاصرين في احتفاء أعاد للأدب العربي صولاته وتوهجه في الرباط. وكم كانت فرحته كبيرة وهو يدلف بجلبابه إلى معارض وزارة الثقافة أو يحضر ندوات أقيمت بالمناسبة، وحين فاجأه أحد الأدباء العرب مرحبا بوزير الثقافة الذي قال له إنه أعاد للأدب العربي إشعاعه، رد عليه بلطف: لا، لست وزيرا للثقافة، وإنما وزيرا مكلفا بشؤون الثقافية. وهنا الفرق شاسع بين وزير الثقافة وبين وزير مكلف بشؤون الثقافية. كان يفهم المسؤولية على طريقته، خصوصا بالنسبة لوزارة تتعامل مع رجالات الفكر والإبداع والأدب. وحين كان يحضر معارض الفنون التشكيلية خصوصا في باب الرواح كان يتأمل لوحات ولا يبدي رأيا، فقد كان يعتبر أن التشكيلة أو للفن التشكيلي نقاده ومبدعه. وكانت تجربته تبدو إلى الوزير السابق للثقافة الراحل محمد الفاسي الذي لم يفارقه جلبابه وهو يحاور مسؤولين أجانب داخل المغرب وخارجه، فقد كان الراحلان يلتقيان في الاعتزاز بالشخصية المغربية. وربما من النادر أن تكون قد التقطت لهما أي صورة بغير الجلباب التقليدي. ثلاثة فقهاء ورجال علم وأدب مروا بوزارة الثقافة المغربية ينتسبون إلى أجيال الحركة الوطنية، وكل واحد له طباعه وبصمته الخاصة على هذه الوزارة. فقد كان رائد الدراسة والبحث في فن الملحون محمد الفاسي يريد لقطاع الثقافة أن تكون الحارس الأمين للمولود الثقافي الحضاري في الطرب الأندلسي والملحون، وصون هذه المآثر وكذلك صون هذا الموروث الفني. بينما استطاع الشيخ المكي الناصري أن يتأقلم مع عالم المسرح والفن والإبداع التشكيلي، إذ كان يحضر إلى مكتبه لرعاية تظاهرة ثقافية ثم يعرج كل حين على الإذاعة
والتلفزيون لتسجيل حلقاته حول تفسيره للقرآن الذي دونه بصوته وقراءته، في حين ظل الحاج محمد بوحنيني يهيم بعلم الشعر، وكان يقطع المسافة بين مقر وزارة الثقافة وشارع علال بن عبد الله أو محمد الخامس لاقتناء بعض الصحف والمجلات، ثم يتأبطها قبل أن يركب سيارته. كان الوزير يعني محمد بوحنيني الذي جمع بين جدلية الثقافة في مجالاتها الإبداعية وجدلية القانون والإدارة والحسم في الصلاحيات وعدم تضارب الاختصاصات، أي المسؤولية التي تناط بالأمانة العامة للحكومة والتي تعتبر قلعة حصينة في التدبير القانوني والإداري للملفات. وقد واصل مهمته كوزير دولة مكلف بشؤون الثقافية في حكومة أحمد عثمان لعام 1977، فيما كان الوزير الذي سيخلفه في المنصب الدكتور سعيد بن البشير القيادي في حزب الاستقلال كاتب دولة في التعليم العالي والبحث العلمي، وحين رقي المعطي بوعبيد إلى وزيرين أول في نوفمبر 1981 عين الحاج محمد بوحنيني وزير دولة دون تحديد القطاع الذي يشرف عليه ودون تحديد للصلاحيات، واستمر وجوده في الجهاز التنفيذي بهذه الصفة في الحكومة التي ترأسها مرة أخرى كريم العمراني للإشراف على الانتخابات، حيث اصطف إلى جانب زعماء الأحزاب السياسية كوزير دولة دون حقيبة قبل أن يتوارى عن الأنظار في صمت. لم يكن المفاد إلى منصب الحكومة حكرا على عائلة بن هيمة أو عائلة بوحنيني، وخصوصا عائلة بن هيمة التي توزع أبناؤها داخل الوزارة الأولى ووزارة الداخلية والخارجية والأشغال العمومية والتعليم بين محمد بن هيمة وأحمد الغالي بن هيمة وآخرين، فقد استأثرت كذلك عائلة الحاج بوحنيني بدور مماثل توزع بدورها بين أحمد بوحنيني ومحمد بوحنيني، وكذلك شأن عائلة الفاسي الفهري بين عبد السلام ومحمد وعباس والطيب وآخرين. وقد شاءت الظروف وانتقادات أن تتربع بعض الأسر النافذة على واجهة الحكم وتكون قريبة منه، غير أن الحاج محمد بوحنيني كان من صنف خاص في الاطلاع بالمسؤولية، فقد كان الملك الحسن الثاني يعهد إليه بمهام خاصة، ولم يكن يريد أن يصنف بين الأطياف السياسية المتنازعة أو التي تبحث عن أماكن سياسية وكذلك تبحث عن ما يسمى بالريع السياسي، عكس شقيقه أحمد بوحنيني الذي خاض معارك سياسية وأسس قبلا الحزب الاشتراكي الديمقراطي في أبريل 1964 قبل أن يؤول الاسم ذاته إلى تنظيم يساري انبثق من رحم منظمة العمل الديمقراطي الشعبي في تسعينيات القرن الماضي. كانت معاركه ثقافية وإدارية بعيدة عن الأضواء، وكان أكثر ما يعنيه أن يسطر خطابا بديعا في قضية سياسية يغلفها بالرموز والإيحاءات البلاغية. كان الحاج محمد بوحنيني من بين وزراء الدولة الذين لا يحتاجون إلى تعيين رسمي بحكم تجربته وقربه ووفائه من الحسن الثاني، فقد رافقه الوزير مولاي أحمد العلوي في المنصب في حكومة أبريل 1985، وحدث مرة أن سقط اسم أحمد العلوي سهوا لكنه ظهر ضمن التشكيل الحكومية، غير أن اسم بوحنيني سيسقط بقوة الطبيعة التي تجعل المرأة عاجزا عن الوقوف حين يداهمه القدر. ولعل رفيقه عباس القيسي الذي اشترك معه في معالجة أعداد الإشكاليات القانونية والإدارية خلفه في الأمانة العامة للحكومة
التي كانت حكرا على رجال الديوان الملكي، ثم انفتحت على جيل آخر من عبد الصادق الربيع إلى دريس الضحاك. من دجنبر 1958 إلى سبتمبر 1960 شغل الراحل بوحنيني وزارة العدل، وقد خلفه رجل آخر من جيله كان زاهدا ومكافحا اسمه عبد الخالق طريس، الذي لم يمضي أكثر من بضعة شهور في المنصب بعد أن عمل سفير للمغرب في القاهرة. وصادف أن المرور الثاني للحاج بوحنيني في وزارة العدل ما بين 1971 1972 لم يدم أكثر من بضعة شهور، لكن سجله لم يتعرض لأي خدوشات، ويحسب له أنه جلب بعض الكفاءات التكنوقراطية والتي تضطرت وتغطت لاحقا بعباءات حزبية. كما يحسب له أنه جالس ملوكا وأمراء ورؤساء، ولم تكن حلباته تخلو من أثر المثقف الذي عاش في أحضان السلطان، ولم تصبه غير شظايا قليلة من بأس الغضب يوم كان يغفو عن فنجان الذي يحترق فوق نار هادئة دون أن يفطن، إلى أن محلوله قد تأكسد مع الهواء. إلى هنا أتي على نهاية هذه الحلقة التي خصصتها للوزير الحاج محمد بوحنيني، وكذلك يعني العديد من الملابسات حول هذه الشخصية. إلى لقاءة متجددة، لا تبخلوا علينا بدعم هذا المحتوى. شكرا لتفاعلكم، شكرا لتعليقاتكم، وكذلك لاقتراحاتكم. كان معكم عبد الله، وإلى لقاءات متجددة، كل المحبة، كل السلام، وكل المنى. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.